السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى الشرح الفرق بين القطعة التفاضلية اللي هو الديجونكتور ديفيرونسيال والفاصل التفاضلي اللي هو انتربتور ديفيرونسيال. إذا رغم أننا يعني شرحنا هذه الحلقة من قبل بصح مازال كاين بزاف إخواني يتصلوا بيا يوميا سواء في الفيسبوك ولا في اليوتيوب يسألوني هذا السؤال، إذا تبعوا هذه الحلقة حتى تخلص باش يعني تفهموا جميع الأشياء اللي نذكرهم باش تقدروا تفرقوا ما بين يعني انتربتور ديفيرونسيال والديجونكتور ديفيرونسيال. أول شيء لازم تعرفوا الدور هذا الديجونكتور أو الانتربتور ديفيرونسيال. نبدأ مثلا من الانتربتور ديفيرونسيال أو الفاصل التفاضلي. إذا اللي هو هذا الفاصل التفاضلي كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. إذا الفاصل التفاضلي وشنو هو الدور تاع هذا الفصيل التفاضلي؟ إذا يعني بكل بساطة هذا يعني الديجونكتور عفوا هذا الانتربتور ديفيرونسيال أو الفصيل التفاضلي يحمينا ضد تسرب التيار. مثلا عندنا يعني التور يلمس غطاء هذا الجهاز يعني احنا نروحوا نمسوا هذا الغطاء، إذا هذا الديجونكتور الرول تاعه أو الدور تاعه يحمينا يعني الديجونكتور في هذه الحالة. إذا هذه فيما يخص يعني الديجونكتور عفوا الانتربتور ديفيرونسيال او الفاصل التفاضلي. اذا الان اذا هذه هي الحمايه تاعو. هل الاجهزه تاعنا اذا كاين يعني مثلا القصر في الدارة الكهربائيه او يعني اللي هو الكور سيركوي او لا سور شارج يعني مثلا زياده في شده التيار، هل هذا يديجونكتي؟ لا ما يديجونكتيش. اذا هذا يعني الحمايه الواحده، اذا حمايه ضد تسرب التيار الكهربائي. إذا أما فيما يخص الديجونكتور الديفيرونسيال اللي هو هذا أو هذا، إذا هذا الديجونكتور الديفيرونسيال عنده ثلاثة حمايات. الآن يعني نعرفوا مليح وشنو هما هذه الحمايات. إذا أول شيء عنده حماية حرارية ضد زيادة في شدة التيار، وأيضا عنده حماية مغناطيسية يعني مانيتيك ضد قصر الدارة الكهربائية يعني اللي هما الكور سيركوي، وعنده حماية ضد تسرب التيار اللي ذكرناها من قبل. الان وصلنا كيفاش نتعرفوا يعني والله كيفاش نشوفوا مثلا نشوفوا هذا لي ديجونكتور هذوما يعني الاثنين كيفاش نفرقوا وراه يعني الديجونكتور وراه الانتربتور يعني وراه القاطعه التفاضليه وراه الفصيل التفاضلي. اذا عندنا ثلاثه اشياء يعني نرتكز عليهما او نعتمد عليهما. اذا اللي هما اول شيء نبداو في حاجه سهله، اذا مثلا يعني كي تشريو الجهاز الديجونكتور او قاطع تفاضلي او قاطع او يعني الانتربتور ديفيرونسيال، اول شيء تشوفوا هذا الرمز. يعني في بعض يعني الاجهزه او في بعض عفوا القواطع يعني التفاضليه ما يجيش هذا، بصح يجينا في علبه وين يجي هذا الديجونكتور. كما راكم تلاحظوا عندنا لهنا مكتوب ار سي بي او، يعني هذا فيما يخص يعني فيما يخص الديجونكتور ديفيرونسيال او القطعه التفاضليه دائما نلقاوها مكتوب ار سي بي او. وايضا يعني فيما يخص اللومبالاج كما راكم تلاحظوا مثلا هذا يعني لاباراي هيجر كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره مكتوب في هذا لومبالاج ار سي بي او مكتوب لهنا ديجونكتور ديفيرونسيال. اما لو كان تلقاو انتربتور ديفيرونسيال تشوفوا لهنا كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره مكتوب ار سي سي بي، ما على باليش اش كيبان ولا لا، نحول يعني باش يبان لانك اذا كما راكم تلاحظوا لهنا مكتوب ار سي سي بي. لهنا كي تشوفوا هذا الرمز فقط مكتوب ار سي سي بي يعني تعرف بلي سيتان انتربتور ديفيرونسيال او فاصل تفاضلي. اذا لهنا الان تكلمنا على هذا ار سي سي بي والار سي بي او، اذا هذا فيما يخص الار سي سي بي والار سي بي او. الحاجه الثانيه باش نديرو نعملو الفرق ما بين الديجونكتور ديفيرونسيال و يعني الانتربتور ديفيرونسيال، اذا كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره فيما يخص الديجونكتور ديفيرونسيال لهنا مكتوب يعني سي 20 سي 20، اذا كتب قبل سي ولا تقدر تلقاه بي ولا ا،
اذا تكون على بالك ديريكتومون باللي سي ان ديجونكتور ديفيرونسيال. اذا هذا يعني منحنى حمايه الفصل كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره. اما فيما يخص الانتربتير ديفيرونسيال كما راكم تلاحظوا لهنا كتب ديريكتومون 32 امبير كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره، ما كتبش سي ولا الأ ولا البي، اذا كتب مباشره يعني هذا 32. اذا ناخذ الان هذا الديجونكتور ديفيرونسيال ايضا كما راكم تلاحظوا كتب لهنا سي 32 يعني سي 32 امبير. هذا الديجونكتور يعني ديفيرونسيال او القاطعه التفاضليه تتحمل حتى 32 امبير. اذا الان نروحوا الى الرمز، كيفاش يجينا الرمز في الديجونكتور ديفيرونسيال، كيفاش يجينا الرمز في الانتربتور ديفيرونسيال. اذا لهنا عندنا الديجونكتور ديفيرونسيال كما راكم تلاحظوا، اذا ما يبانش مليح، فبالتالي يعني درت هذه الرسمات باش يعني نبينوا مليح الصوره. اذا كما راكم تلاحظوا لهنا الديجونكتور ديفيرونسيال كما ذكرت في بدايه هذه الحلقه قلنا عنده حمايه حراريه يعني مانيتو تيرميك يعني مغناطيسيه وحراريه وايضا ضد التسرب. اذا كما راكم تلاحظوا لهنا كاين يعني هذا الرموز. اذا الان نشوفوهم في هذا الديجونكتور ديفيرونسيال عفوا. اذا كما راكم تلاحظوا هذا ما جاش فيه هذا الشيما او هذا الرمز، بصح تلقاوها في لابواط تاعو او في العلبه الخاصه به. اذا الان نشوفوا الرمز تاع الديفيرونسيال. اذا شفنا هذا كما قلت لكم كاين لهنا الرمز تاع حمايه يعني مانيتو تيرميك لهنا، بصح ما يبانوش مليح، اذا يبانو في هذا الديجونكتور مليح. اذا كما راكم تلاحظوا لهنا هذو هذه تاع كما راكم تلاحظوا وحده كاري والاخرى نصف الدائره. اذا وحده تمثل حمايه حراريه والاخرى تمثل حمايه مغناطيسيه يعني مانيتو تيرميك. اذا هذا سي ان ديجونكتور ديفيرونسيال مانيتو تيرميك. اذا الان نشوفوا لهنا في الديجونكتور او في الانتربتور ديفيرونسيال او يعني الفاصل التفاضلي كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره باش نشوفوا الفرق فقط. اذا تكلمنا قبيله على هذا قلنا في المنحنى، اذا لهنا كتبنا سي 16 ايضا كما قلت لكم في هذا الديجونكتور، اذا اللي هو الديجونكتور ديفيرونسيال. ثم بعد ذلك درنا هذا الرموز كما راكم تلاحظوا حمايه مغناطيسيه وايضا حمايه حراريه. اذا الان نروحوا الى الانتربتور ديفيرونسيال نشوفوا كيفاش يكون الرمز تاعو. اذا كما راكم تلاحظوا لهنا اذا يتشبه لهذا الرمز يعني بصح فقط ما كانش فيه حمايه يعني مانيتو تيرميك او حراريه ومغناطيسيه كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره لهنا كاين لهنا ما كانش. اذا هذا هو الانتربتور. وايضا كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره مكتوب لهنا ار سي سي بي، اذا هذا ما يميزه او هذا ما يفرقه ما بينه وما بينه يعني ما بين الانتربتور و يعني الديجونكتور ديفيرونسيال. اذا نكتفي بهذا، الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، اتمنى انني وفقت في شرح. لديكم اي سؤال كتبونا في الكومنتار، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى الحلقه القادمه ان شاء الله.